خلينا اقول لحضراتكم ان طريقه لعب الفريق الجزائري بيعتمد على 4-3-3. لعب في المباراه الاخيره امام سيمبا التنزاني خالد بوقاسم كان في حراسه المرمى، وخط الدفاع نصر الدين خوالد وفاتح طالح وعماد الدين ابو بكر وابراهيم الخليل وبكاكشي او ابراهيم الخليل بكاكشي. خط الوسط يونس كلخير وابراهيم فرحي ومسالة مرباح، وخط الهجوم حمزه زيدي وحمار زيري ومحمد الامين حمي. على فكره هو اسمه كده مش انا اللي بقول. قائمه البدلاء محمد زكريا حولي ومحمد الامين ومحمد وليد ومحمد الهادي ابو العيدات وتوماس اوليمانجو وكوناتي الحاج يوسوفا وايمن عبد العزيز الاحمد. المدير الفني نبيل نجيز، المدير الفني لشبيبه الثوره الجزائري 51 سنه، تعاقد مع الفريق في مارس 2018، لعب 3 مباريات في دوري ابطال افريقيا، فاز في مباراه واحده وخسر في مباراتين وسجل هدفين واستقبل مرماه 4 اهداف. اما ارقامه في الدوري الجزائري منذ مارس الماضي وحتى الان، لعب 25 مباراة، فاز في 13 مباراة، تعادل في 6 مباريات، سجل 29 هدف، استقبل مرمى 14 هدف. أما أبرز الهدافين في شبيبة الثورة محمد الهادي أبو العيدات، ولكنه لم يلعب المباراة السابقة، لعب 12 مباراة في الدوري الجزائري ودوري أبطال إفريقيا، سجل 3 أهداف، لعب حوالي 611 دقيقة. اما محمد الامين حاميه لعب المباراه السابقه امام سيمبا التنزاني، لعب 16 مباراه في الدوري الجزائري ودوري ابطال افريقيا وسجل 4 اهداف. ومصطفى جليت لم يلعب المباراه السابقه، لعب 12 مباراه. دول الهدافين اللي موجودين في نادي شبيبه الثوره الجزائري. 3 صفقات جديده استعد بيهم نادي شبيبه الثوره الجزائري لملاقات النادي الاهلي في ثاني المباريات. توماس أوليمانجو وهو قادم من نادي الهلال السوداني وتنزاني الجنسية ويلعب في مركز رأس الحربة. رفيق بكبوكا اتحاد، جاي من نادي اتحاد بني دولة الجزائري ويلعب في وسط الملعب كمهاجم، وسط الملعب المهاجم. أما حمار زيري جاي من مولدية وهران ويلعب ناحية اليمين زي وينج رايت كده ناحية اليمين. الراحلون نبيل بسماحة وحميدة زناسي، دول الاثنين اللي مشيوا من نادي شبيبة الثورة. 2 لعيبة عائدون من الإيقاف، عبد الرؤوف نتاش حارس المرمى وعادل بوشيبة أحد المدافعين، برضو ما لعبوش المباراة السابقة. أنا بس بقرأ لحضراتكم بعض الأمور فيما يخص شبيبة الثورة الجزائري. دايما زي ما قلت لحضراتكم المدير الفني نبيل نجيز كان مساعدا لمدرب المنتخب الجزائري في مونديال 2014، وكان مدربا لنادي حسين نصر حسين داي عندما لاقى النادي الأهلي هنا في البطولة العربية. دي أبرز المعلومات اللي نقدر نقولها لحضراتكم عن شبيبة الثورة الجزائري. خلينا بقى نروح نتكلم شوية عن النادي الأهلي، وزي ما انتم شايفين قناة النادي الأهلي النهاردة طوال اليوم بجايبة لحضراتكم كواليس ما يحدث في معسكر النادي الأهلي، الوصول إلى الجزائر والسفر من الجزائر داخل الجزائر من بلد إلى آخر. دايما بنكون متواجدين مع حضراتكم من خلال كل البرامج اللي بتبقى موجودة، يعني بنوري لحضراتكم ماذا يحدث في الجزائر الآن. دي بقى تمرينة النهاردة، ماذا حدث في تمرينة اليوم؟ لسه اللعيبة كانت رايحة اهي التمرين، هنحاول برضو نعرف ايه اللي حصل النهاردة وماذا حدث خلال اليوم. كابتن الخطيب النهاردة كان بيطمن على بعثة النادي الأهلي في الجزائر، وأجرى اتصالا هاتفيا بالأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس بعثة الفريق، اطمأن خلال الاتصال على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الأهلي في الجزائر. أيضا اطمأن رئيس النادي على حالة اللاعبين والاستعدادات الخاصة بمباراة الفريق أمام شبيبة الثورة الجزائري والمحدد لها إن شاء الله مساء الجمعة. طلب الكابتن خطيب من الأستاذ الدرندلي نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز
تعزز من فرصة الأهلي لصدارة هذه المجموعة. لاسارتي النهاردة بالمناسبة قبل التدريب ساب التدريب، أو مش ساب التدريب عشان الناس بتاخد الكلام، ساب الفريق قبل ما يروحوا التدريب وراح هو لملعب المباراة علشان يعاين ملعب 20 أغسطس اللي هتلعب عليه المباراة. يعني راح الملعب قبل الفريق بحوالي 20 دقيقة 25 دقيقة، راح وقف في الملعب وأصبح أو كان بيعاين الملعب عشان يعرف الملعب شكله عامل إزاي، الدنيا عايزة إيه، يتمرنوا فين ما يتمرنوش فين، يعملوا إيه ما يعملوش إيه. دي فحص أرضية الملعب بالكامل وحدد الوحدات التدريبية اللي خاضها الفريق. وزي ما حضراتكم عارفين معظم الملاعب في الجزائر هي من النجيل الصناعي واللي هو الترتان، فمن حق النادي الأهلي دوليا وقانونا يعني ان هو يلعب او يتمرن على الملعب مرتين، يلعب او يتمرن على الملعب مرتين، وبالتالي من حق النادي الأهلي ده قانون، القانون بيقول كده. ايضا النهارده برنامج بدني خاص للتخلص من اجهاد السفر قبل بداية المران. الأرجواني أليخاندرو مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمل فقرة تدريبات استشفائية مع بداية مران الفريق عصر اليوم الأربعاء، وحرص أليخاندرو على تنفيذ فقرة تدريبية استشفائية محددة قبل بداية المران. النهارده أيضا من خلال المران وضح أن النادي الأهلي سيعتمد بشكل كبير على العرضيات كالعادة زي ما حضراتكم عارفين، وقلت لكم فنيا هنغوص بقى أكتر النهاردة فنيا في الجزء الثاني مع كباتننا الكبار اللي هيكونوا كابتن شريف وكابتن هشام وكابتن تامر، هيحللوا لنا شبيبة القبائل، شبيبة الثورة الجزائرية، متعودين على شبيبة القبائل مش على شبيبة الثورة، شبيبة الثورة الجزائري، وهيقولوا لنا إيه اللي هيلعب الأهلي، هيلعب إزاي الشبيبة، هيلعب إزاي، ده اللي هنشوفه. ولكن من التمرين النهاردة من الواضح جدا أن الأهلي هيعتمد كالعادة على الأطراف وعلى بعض الجمل التكتيكية اللي هتتلعب خلال المباراة. أيضا خضع وليد سليمان نجم فريق النادي الأهلي لبرنامج بدني خاص تحت إشراف أليخاندرو أيضا مخطط الأحمال، وذلك على هامش مران الفريق اليوم. خلال المران أيضا كان في فقرة كده لوحدها تصويبات ومران منفرد للمدافعين جوه الملعب في ملعب 20 أغسطس. الراجل خد المدافعين، من الواضح ان هو عارف ان احنا عندنا بعض المشاكل الخاصه بالناحيه الدفاعيه شويه، فبيحاول يعود لعيبته على الطريقه اللي عايز يلعب بيها خلال هذه المباراه. وبعد كده اختتم او كان هناك مجموعه اخرى مع الكابتن محمد يوسف بيشتغلوا على التصويب على المرمى. امبارح كان معانا طبعا سياده السفير ايمن مشرفه وسفير مصر في الجزائر، والنهاردة أيضا السفير المصري في الجزائر بيطمئن على بعثة النادي الأهلي، وكلم طبعا الأستاذ خالد الدرندلي، ودايما بيبقى متواجد السفير المصري في الجزائر للإطمئنان على البعثة المصرية أو بعثة النادي الأهلي المتواجدة في الجزائر. وبالمناسبة كالعادة يعني الحقيقة المقاولين العرب دايما ناس محترمه جدا جدا جدا، وناس دايما بتقف زي ما حضراتكم عارفين المقاولين العرب لها فروع منتشره في كل افريقيا تقريبا، كل ما كنا بنروح بلد في افريقيا حتى واحنا ما كنا بنلعب، كل ما كنا بنروح بلد في افريقيا كنا بنجد المقاولين العرب. امبارح المقاولين العرب استقبل البعثه وفضلوا متواجدين او مجموعه من الاسماء في الشركه، في شركه المقاولين العرب كانوا متواجدين امبارح وفي استقبال البعثه. وكابتن الخطيب كلم المهندس محسن صالح رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب وشكروا جدا جدا على حفاوه الاستقبال من المسؤولين في شركه المقاولين العرب في الجزائر، وكانوا مبسوطين جدا باستقبال النادي الاهلي. شكرا جزيلا طبعا للمقاولين العرب اللي دايما موجوده في كل افريقيا، واحنا بنلعب في الاهلي لما كنا بنروح اي بلد غينيا دي رحناها كانوا موجودين، فدايما بيبقوا موجودين معانا في مثل هذه المباريات. طيب هي دي كانت الاخبار اللي عندنا. خلوني بس اقول لحضراتكم اخيرا قبل ما اطلع فاصل هقول لكم بس الاول قائمه 19 لاعب للنادي الاهلي: شريف اكرام، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السوليه، وحمدي فتحي، وكريم ندفد، ومحمد شريف، واحمد حمودي، وناصر ماهر، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات،
وجونيور اجاي وميدو جابر واسلام محارب. دي المجموعه اللي سافرت مع النادي الاهلي الى الجزائر. طيب دي القائمه امام حضراتكم على الشاشه، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي كل تفكيره خلال هذه المباراه ان شاء الله ان شاء الله كيف يعود بثلاثه نقاط من هذه المباراه، بغض النظر بقى عن اشياء كثيره جدا جدا. طيب هنطلع نشوف تقرير عن اهم ما سيحدث في الجوله الثانيه واهم المباريات واهم اللاعبين، كل حاجه هنتكلم عنها من خلال تقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ثلاثة من ضيوفنا الكبار، هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير كابتن هشام حنفي، وأيضا النجم الكبير كابتن تامر بدوي، بعد التقرير والفاصل.